بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد رئيس الوفد الصيني، معالي الدكتور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، السيد السفير الجمهوري الصين الشعبية للجمهورية العربية، السادة رؤساء الوفود الدول العربية، السيدات والسادة الحضور، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، يسعدني ويجعلني أن أرحب بمكان اقتراب من جمهورية الصين الشعبية والدول العربية الكثيرة في بلدكم الثاني مصر، وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني.